صغيرك يستحق حاجه تعطيها له، جي صغيرك يستحق حاجه تاخذ. ولدي 16 سنه ما نجمتش نوفر له باش يقرا ويتيد والكل، بطل من القرايه وحرق القروش تاع الركبه تنح، ثم قعد القروش تنح ويقعد يخدم، القروش تاع رجلين تنح ويقعد يخدم، ما عادش نجم نوقف. الخبز ما عادش لقينا، الخبز ما عادش لقينا خويتي، تلاقي حتى باش ناخذ السميد، ما عادش لاقي باش ناخذ السميد، ما عادش لاقي باش ناخذ المكرونه. الضو ما تقولش تخيط الضو يجي يقص لك ويقعد بلاش. ضمني تونسيه وعندي حق على بلادي، لازمها تعاوني، تعاوني حتى بالعلاج. اعطيني نشري سروال تقول لي ما عنديش، اعطيني نشري صباط ما عنديش، اعطيني نشري نقرا ايتيد ما عنديش، شني من عيشه؟ بطل القرايه قعد عام كامل وهو يتساوق وبعد احرق. للان عندي فتق في الفقره الخامسه وعندي فتق في كرومتي ويدي هذه عشاء ولا لي التهاب في العلب. احنا يا نساء الفلاحات حتى صغارنا ماهوش مرغوب فيهم في الخدمه، يخليوك على شيره يتكيو الملفات المش معروفه على شيره والملفات نتاع فلان ولتي فلان ولتي علان، فلان عنده كذا فلان عنده كذا. نقولوا احنا اللي ما عندوش كتاف ما يخدمش، معناتها ضعنا احنا، ضعوا صغارنا في جرتنا. لكن في الحرام على البيك بتاع الركبين بتاع البرد، عند البرد، عند هزاجه العذاب، عند قال اخرك القروش ملحوه، القروش بتاع الركبه تنح. ثم قعد القروش تنح ويقعد يخدم، القروش بتاع رجلين تنح ويقعد يخدم. ما عادش نجم نوقف. اي ما عندكش شهريه باش. ما عنديش شهريه. في تركينا يعني. ما عنديش شهريه. احنا كنا ذيك مش ما عنديش شهريه. هم الأملة والمرة وبعد احنا يا صغار. ما عنديش شهريه. ما عندناش شهريه، ما عندناش شهريه. من الوحدة بالوحدة تكلم. من موكلني، من موكلني، ما يعرف ما يراني حد. احنا جايين مشكلتنا. سامحني احنا ما عندناش مشكلتنا نخدموا نخدموا بس ما كان قعدت عريان تونس مرات ناس الخبز وخبز ما عادش لقينا الخبز ما عادش لقينا خويتي اش بيك الخبز 200 ب 200 و250 تعمل خبزه السميد ما عادش لاقي حتى باش ناخذ السميد ما عادش لاقي باش ناخذ السميد ما عادش لاقي باش ناخذ المكرونه الضو ما تقولش تخيط الضو يجي يقص لك ويقعد بلاش اش نعملوا نموتوا هذا ما يشكر ربي على كل شيء هو الشكوى اللي غير الله مذلة راهو أما ما ضمني تونسية وعندي حق على بلادي لازمها تعاوني تعاوني حتى بالعلاج أعطيني اللي نحب نعمل إيرام ما قدرتهاش ما قدرتهاش إيرام ما نجمش نعملها نجي حتى تقول اللمت بشوية بالعشر بالعشرين جي صغيرك يستحق حاجة تعطيها له جي صغيرك يستحق حاجة تاخذ ولدي 16 سنة ما نجمتش نوفر له باش يقرا ويتيد والكل بطل من القراية وحرق مكسوبي وليد حرق ايطاليا قال لك ناهي عيشه هذه شنو العيشه انا نقول لك اعطيني نشري سروال تقول لي ما عنديش اعطيني نشري صباط ما عنديش اعطيني نشري نقرا ايتيد ما عنديش شنو من عيشه بطل القرايه قعد عام كامل وهو يتساوق وبعد احرق حرق ولدي عليه وكان وفرت له وفي مقدوري راه ما خرجش من بلاده راه ما مشاش روح ضمه والواحد تو مثلا في عز قلنا العطاء نتاعو ويشد تركيه لا عندنا كرني معناها يضمننا لا عندنا تريت لا عندنا حتى شيء وديما النساء الفلاحات معناها مش مقبولين في الوزارات ولا يمكن يلحقوا معناتها يعملوا لهم تغطيه اجتماعيه ولا يوصلوا ولا يمكن تجيني في الخمسين سنه في الخمسين سنه يقول لك سبعه اي عوايم اثنين تلقاني في تركينا ما عادش نجم ما عادش اي نخدم معاه في الزيتون نعمل نجي نعمل هيك نضرب بالعصا نقول هووه ايدي مره واثنين وثلاثه وعشر وما بطلتش صاروا لكم دي زاكسيدون وانتم ما تخدموا صاروا لنا يعني ازاش متكسر بيه عود الزيتون وتحط كيفاش داويت وكيفاش صبحت؟ داويت كيفاش صبحت؟ داويت اللوج هكاك بلاش وبرا وكان داويت ونقذت روحي بالفلوس راني لاباس للان عندي فتق في الفقره الخامسه وعندي فتق في كرومتي ويدي هذه عشاء ولا لي التهاب في العلب وصدقني لا نجمت باش نقاوم مصاريف العلاج انا كيني تونسيه كيف ناي صحيحه ونخدم ها علاش كي نمرض ما نلقاش بلادي علاش ما يعملوناش تغطيه اجتماعيه علاش ما يعملوناش حل الاخر اللي تضر تلقى تمشي تعدي يعملوا لها حل باش تعدي باش تعملي باش تعمل سكنه باش حل باهي واللي وصلت 60 و70 سنه وصاييه انا ملوحين ما عندهم حتى شيء حتى شيء احنا يعطينا حتى اللي كبروا واللي ما عادوش ينجم يخدموا مكنوهم من حتى من قروض صغرى
تعملين عيشات، تعمل جيجات، تعمل شنو هي المرأة الفلاحة؟ مش تعمل حاجة على قدها، فهمتني ولا؟ مش خاطر متوظفة ونجي لك اعطيني نعمل مشروع ولا نعمل فهمتني؟ الفلاح الكبير ما عادش يخدمنا رانا كي نوليو. والفلاح كاك نقص في الريتم نتاع الخدمة نتاعك، يقول لك ما تلزمنيش. ما تلزمنيش، يخدموا معانا موظفات، يخدموا معانا معلمات، يخدموا معانا اساتذه. علاه هذوك؟ خاطر هذوك مزاده، هذوك ابناء فلاحات، كيف يوصل الدوسي نتاعهم ولد سي وسي يخدم، عندهم الكتاف وعندهم شكون يخدمهم. وولده اللي ما يمهوش معروف، ها فلان فلان الفلاني ما يقول تعيش على شيره، بنتي عامين، بنتي عامين، ها عامين تعمل في الحكم وتتقبل في الحرس الوطني، ها وتتقبل له اخر مره وتعطي تبرع بالدم والكل وتروح تقول لها استنى نبعثوا لك للتدريب. الاول مره نحوها الملف وعاودت بعد عامين كالعاده، عملت كالعاده وتنحى الملف نتاعها وخدم ولد سي وسي. بنتي تتبع في المعامل وتخدم في المعامل، عليه هي كي وصلت ووصلت، عليه ما تخدموهاش؟ عليه مش تونسية هي؟ يجي ولد فلان معلق النجوم، ولد فلتان، ولد علان يخدموه. احنا يا نساء الفلاحات حتى صغارنا ماهوش مرغوب فيهم في الخدمة، يخليوك على شيرة يتكيو الملفات المش معروفة على شيرة، والملفات متاع فلان ولد سي فلان ولد سي علان، فلان عنده كذا فلان عنده كذا. نقولوا احنا اللي ما عندوش كتاف ما يخدمش، معناتها ضعنا احنا، ضعوا صغارنا في جرتنا.